تتواصل المظاهرات المناهضة لزعيم هيئة تحرير الشام أبي محمد الجولاني في إدلب وريف حلب الغربي شمال غربي البلاد للأسبوع الخامس على التوالي للمطالبة بشكل رئيسي بإسقاط الجولاني ومحاكمته. ويأتي ذلك على الرغم من إعلان حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة عن سلسلة من الإصلاحات طالت الجوانب الأمنية والخدمية في مناطق سيطرتها، وكان أبرزها إتباع جهاز الأمن العام إلى وزارة الداخلية. تتوسع حالة الاستياء الشعبي في مدن وبلدات إدلب وريف حلب ضد هيئة تحرير الشام، ترجمها الأهالي بمظاهرات عمت شمال غربي سوريا وسط هتافات تطالب بمحاسبة جهاز الأمن العام وقيادة تحرير الشام. للأسبوع الخامس على التوالي مظاهرات في بنش وكلي والأتارب ومارع وسرمدة وجسر الشغور وإدلب، علت فيها الأصوات بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين ومطالبات بحكم الشعب نفسه بنفسه، مع ترديد لعبارات تطالب بإسقاط الجولاني وعزله مستنكرين محاولات الالتفاف على مطالبهم. أزمة هي الأكبر على ما يبدو تواجه الجولاني هذه المرة، أعادت الهيئة إلى مرحلة صراع أسوأ مما كانت عليه، قد تهدد عرشه وتهدم ما أسسه وسط تساؤلات عن الخيارات المطروحة أمامه في ظل تشكيك في جدوى ما تعلنه المؤسسات التابعة للهيئة من إصلاحات من قبل المتظاهرين الذين أعلنوا أن مطالبهم لا يمكن التنازل عنها ولا اختزالها بلقاءات وتصوير واجتماعات. المؤشرات على ما يبدو تدل على أن الأمور قد تصل إلى نقطة لا عودة، ولن يكون هناك مربع أول تعود إليه إذا لم ينجح الجولاني بالخروج من المأزق الذي وضع نفسه به، وإذا ما استمرت الأصوات المطالبة بإسقاطه. نرحب بضيفينا الدكتور سمير العبدالله الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة من اسطنبول، وياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي من اسطنبول. مرحبا بكما أستاذ ياسر. استمرار المظاهرات ضد هيئة تحرير الشام للأسبوع الخامس بل وتوسع هذه المظاهرات، ما دلالة ذلك؟ مساء الخير لكم ولجمهوركم ولضيفكم أيضا. يعني أعتقد الأمر واضح، أي الشارع لم يصل إلى ما يريد أن يصل إليه، لم يعني حتى الآن لم تستطع هيئة تحرير الشام إقناع الشارع بأنها جادة في خطوة عملية من أجل امتصاص حالة النقمة التي أعتقد كل هذه الإصلاحات هي إصلاحات صورية حتى اللحظة. لا يوجد المطالب الحقيقية، لم يتم التقدم بأي خطوات جادة من قبل هيئة تحرير الشام لإنجازها. أنا أتكلم عن معتقلين حتى هذه اللحظة، لم يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين أو معتقلي الرأي المتواجدين. أيضا المشكلة في حكومة الإنقاذ بأنها يعني جناح لهيئة تحرير الشام. الشارع يريد أن يكون هناك حكومة تابعة للشارع، للشعب، للشعب السوري، والشعب لديه أدواته من خلال مجلس شورى، من خلال مجلس يمثل هذا الشعب، وبالتالي يحق لهذا الشعب أن يحاسب الحكومة فيما إذا قصرت. أما أن يكون أن الحكومة تقدم تنازلات ومن يحاسب الحكومة هو الطرف الآخر، يعني أعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم. يعني الطرف الآخر هو هيئة تحرير الشام. إذا هيئة تحرير الشام هي يجب أن تكون على مسافة واحدة من الحكومة، شأنها شأن أي فصيل عسكري متواجد على الأرض، وأن تلتفت فعلا إلى أن تكون جادة في عملية حماية الثغور، العمليات العسكرية النوعية التي تقوم بها، كل هذه الأمور هذا مطلب للشارع. طيب يعني هذا السؤال أستاذ ياسر، المطلب الواقعي ما هو بالضبط؟ يعني هل هو إسقاط الجولاني؟ هل هذا وارد أصلا؟ لأنه نتحدث نحن بالأخير هيئة تحرير الشام يعني جماعة جهادية، ليس من أدبياتها فكرة والله ديمقراطية ولا مظاهرات ولا ما إلى ذلك، ولا هناك مطالب محددة يمكن يعني أن يعني تقلل من الاحتقان قليلا مثل قصوة الإفراج عن المعتقلين أو غير ذلك.
يعني أفترض أن المطالب كلها محقة، تبدأ بالإفراج عن المعتقلين، وبالتالي هذه خطوة جادة. الانتقال الثاني هو أن يكون هناك حكم للخدمات مدني متخصص، يعني لا يمكن لفصيل عسكري أو لعنصر من فصيل عسكري أن يساهم في عملية تقديم الخدمات وفي آن واحد هو مسؤول عن حماية الثغور أو حماية الجبهات. يجب أن لدينا في إدلب 4 ملايين سوري وأكثر، كل هؤلاء من كل بقاع سورية، فيهم نخب، فيهم أصحاب الاختصاصات، الأطباء، المهندسين، الأكاديميين، رجالات الأعمال، التجار، كل هؤلاء هم يديرون كل ملفاتهم، يعني تدار ملفاتهم من قبل المختصين فيهم. فالملف الاقتصادي يديره أهل الاختصاص، والملف الخدمي يديره المهندسين، يديره يعني من لهم علاقة بهذا الأمر، لا أن يقوم فصيل بعينه إدارة كل هذه الأمور وفي آن واحد يقوم بعبء أن يكون هناك حماية عسكرية لهذه المساحة. أعتقد أن المطالب واضحة ومشروعة، أن يكون هناك تمثيل مدني يتم بانتخاب مجلس خدمي يكون مسؤول عن يعني إدارة خدمات المحرر لهذا الشعب، وبالتالي يحق للشعب أن يحاسبه، لا أن يكون هذا المجلس يعني من يدير المحرر تابع للهيئة، وبالتالي يصعب على الشعب أن يكون له دالة عليه أو يحاسبه أو يبعده عن واجهة الأحداث. ما رأيك دكتور سمير؟ برأيي حتى نفهم هذه المظاهرات ومدى خطورتها على الجولاني، لنعود للوراء قليلا. يعني الجولاني حاول في السنوات الأخيرة تسويق نفسه هو وحكومة الإنقاذ كجهة تدير منطقة لديها حكومة مدنية، يعني خاصة بالنسبة للغرب، تسويق هذه السردية للجولاني وأنهم يمثلون مصالح السكان الموجودين في هذه المنطقة. فهذه المظاهرات وخاصة إذا تصاعدت بشكل أكبر تعري هذه السردية أولا. من ناحية ثانية، استمرار المظاهرات يعني نعم يعني لم تصل إلى الانشقاقات في هيئة تحرير الشام إلى المستويات الدنيا. نعم كان هناك خلاف وصراعات بين الحمائم والصقور كما تم تسميتهم يعني على مستوى القيادات، لكن استمرار هذه المظاهرات ربما ينعكس في الفترة القادمة على انشقاقات على المستويات الدنيا من هيئة تحرير الشام، وكذلك تترافق هذه المظاهرات مع هذا الصراع الموجود. نعم الجولاني استطاع احتواء هذا الصراع الموجود داخل الهيئة وأطلق سراح البعض واعتذر منهم ووعد بتعويضهم عما لحقوا به، لكن هذه الظروف العامة ليست مشجعة للجولاني وليست مهيئة للجولاني، كذلك ستعيق طموح الجولاني. رأينا في الأشهر الماضية الجولاني لديه طموح في التوسع في مناطق سيطرة المعارضة الأخرى في نبع السلام وغصن الزيتون، لكن اختلال الأوضاع الأمنية في إدلب من خلال المظاهرات وغيرها يعني توقف هذا الطموح الموجود لدى الجولاني. وماذا عن الأطراف ليس الأخرى؟ ليس قادر على إجراء إلا إصلاحات شكلية. يعني هناك توازنات عسكرية، هناك أطراف أخرى في المنطقة مثل حراس الدين، مثل حزب التحرير، مثل يعني الأطراف الأخرى، كيف يبدو موقفها؟ تصاعد هذه المظاهرات سوف يحرك مواقف هي الأطراف، حراس الدين وغيرهم. نعم هم بالتأكيد يعني هناك بعض الجهات تدعم هذه المظاهرات، نعم مظاهرات شعبية، لكن هناك من يحرك هذه المظاهرات من الخلف، سواء حركة التحرير أو حرار الشام أو غيرهم. فاستمرار هذا الموضوع سيطرح هذه الأسئلة، أنه ما مدى مستقبل هيئة تحرير الشام، وهل ستبقى هذه الفصائل تحت الولاء أو تحت التبعية لهيئة تحرير الشام، أم سيكون لها موقف آخر، سيكون لها اتصال مع فصائل المعارضة الأخرى وغيرها من الفصائل، مع الحكومة المؤقتة، مع تركيا. يعني حتى الآن الموقف التركي غير واضح مما يجري في إدلب، على الرغم من الصراع الذي حصل وغيرها، الأتراك موقفهم غير واضح. لكن هل سيستمر هذا الموقف في حال حصول تصعيد؟ يعني حتى الآن الهيئة لا تواجه هذه المظاهرات، لكن إذا افترضنا المظاهرات القادمة سيكون هناك مواجهة ومحاولة مع هذه المظاهرات، فكيف سيكون الموقف التركي؟ لأن هذا يهدد بموجة هجرة جديدة باتجاه تركيا. ما رأيك أستاذ ياسر على الموقف التركي؟ لأن تركيا هي الطرف الوازن يعني، والذي له ثقل في شمال غربي سوريا عموما. يعني اولا تركيا كتدخل مباشر في إدلب محدود، يعني صحيح يوجد لديها نقاط عسكريه ولكن ليس لها اي داله على الامور الخدميه او الامور المدنيه، ليس كما هو الحال في مناطق اعزاز او شمال حلب. ولكن كما ذكر الضيف، تركيا ستكون معنية فيما إذا كان هناك حالة قلاقل أو مواجهة عسكرية لا قدر الله. لذلك أنا أعتقد أن ليس من مصلحة أحد، لا دولة الجوار
ولا هيئة تحرير الشام أن ينتقلوا إلى هذه المساحة. أتصور أن المطالب يمكن يعني من خلال عقلاء وأكاديميين ولديهم مبادرات يمكن أن يكون لديهم حوار وإقناع بالنسبة لأبو محمد الجولاني أو لهيئة تحرير الشام كقيادة بأن يقنعوهم بالحوار، سيما وأن طرفهم شخص واحد، وبالتالي يستطيع هذا الطرف أن يقدم المصلحة من عدمها. أما بالنسبة لموضوع الشارع، فالشارع لا ينتظر الحوار وإنما ينتظر الأفعال. لذلك أنا أعتقد أن الأكاديميين أو أصحاب المبادرات يجب أن يعوا أولا أن يكون هناك إقناع وحوار لطرف هيئة تحرير الشام، ومن ثم ينتقل الأمر إلى تنفيذ أفعال يقنع بها هذا الشارع الملتهب الذي يكبر يوما بعد يوم بأن هناك خطوات جادة بالانتقال إلى عملية إصلاحات حقيقية. وأهم هذه الإصلاحات أن يكون كما ذكرت هناك استقرار نفسي لدى الشارع بأن كل الفصائل معنية فقط بحماية المحرر. المحرر ليس الذي يقتصر على هذه المساحة. السوريين لم يخرجوا من أجل أن يحشرون في مكان صغير كإدلب. السوريين يريدون أن تنتقل وتعم الثورة إلى كل سوريا شأنها شأن 2014 و2013. لذلك أنا أعتقد أن مسؤولية النخب والأكاديميين أن يكون لديهم خطوات جادة، لا أن يكون لديهم فقط مبادرة ويكونوا مبتعدين عن الطرفين، لا، يكون لديهم فريق يحاول الطرف الأول المعني بالأمور، ويكون لديهم أيضا خطوات جادة من خلال أفعال تقنع الشارع بأنهم على مسافة واحدة معه. دكتور سمير، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ برأيي ستستمر المظاهرات يعني عدة أسابيع بعد ذلك. ربما يعني كما ذكر الضيف يعني يلجأ الجولاني إلى مسألة الحوار مع بعض الجهات، محاولة ضبط أمور الهيئة لتجاوز مرحلة الانشقاقات والصدامات التي كانت في الفترة الماضية، تقديم بعض الإصلاحات الشكلية ربما يعني ترضي بعض الناس. وطول مدة المظاهرات دائما يؤدي إلى يعني انخفاض وتيرتها بشكل عام. سيتجنب المواجهة برأيي، لأن يعني في حال المواجهة سيكون كارثة بالنسبة لإدلب، وكذلك بتغير الموقف العام أو نسف كل السردية التي بنى الجولاني سمعته عليها في السنوات الأخيرة. هل خيار حل هيئة تحرير الشام يمكن أن يكون واردا بشكل أو بآخر أم أنه مستبعد؟ لا أعتقد أن هناك شيء يدفع لي أو يجبر الجولاني أو يجبر الهيئة على هذه المسألة. يعني الجولاني هو قائد فصيل، هو قائد عسكري، ليس يعني موظف أو مسؤول منتخب حتى تسقطه الجماهير أو يسقطه الشعب حتى لو اتسعت هذه المظاهرات. فهو طالما أن هناك نواة صلبة ضمن هيئة تحرير الشام تؤيد الجولاني وتقف خلفه بكل القرارات التي يتخذها، ستبقى الهيئة موجودة. يعني رأينا يعني جبهة النصرة عندما بدأت بأعداد قليلة وصلت إلى هيئة تحرير الشام، فمن النادر وخاصة في وجود الموارد المالية طبعا، فمن النادر أن الفصيل ينكمش بعد ذلك. يعني فلا، الهيئة ستبقى موجودة برأيي حتى يكون هناك حل يعني في سوريا. شكرا لكما دكتور سمير العبدالله الباحث في مركز حرمول للدراسات من اسطنبول، والأستاذ ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي من اسطنبول. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا، غدا حلقة جديدة. إلى اللقاء.